السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخباركم يا شباب؟ كيفك يا هبة؟ الله يسلمك. تمام دكتورة. ايه صباح الخير دكتورة فاطمة. صباح النور، ازيك يا أسماء؟ ازيك يا الحمد لله، الله يسعدك الدكتورة. يا رب. وياك. ابعتوا للشباب يا جروب يا غيداء او ايا كان. صباح الخير دكتورة. صباح النور. ولا حذيفة او غيداء. بعت اللينك. بعته عشان ما يتأخروش بس في الدخول للمحاضرة عشان الوقت. عددكم ما شاء الله 30 يعني. طيب خلينا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت مستنية شوية بس عشان الأغلبية يدخلوا، لأنه اللي داخل معايا دلوقتي لغاية دلوقتي 16 من 37 يعني. خلينا نسمي الله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نفتكر مع بعض أما ابتدينا موضوعنا امبارح. بداية عنوان موضوعنا عن theoretical basis of communication، اتكلمنا عن الديفينيشن للcommunication، قلنا فيه مين يشارك يا شباب؟ مين أسمع صوته كده؟ تعريف الكوميونيكيشن قلنا فيه إيه؟ البريف بس عن الجزئية دي. دكتورة لو سمحتي أجاوب؟ أتفضل. دكتورة هو intrapersonal activity between sender and receiver. Involve message. تمام. Part of communication message. Context and feedback. يعني انت جمعتي الديفينيشن مع الاليمنتس اوف كوميونيكيشن. تمام. انت بيرسونال اكتيفيتي نشاط احنا طول الوقت بنزاوله، طول الوقت بنقوم بيه، متمثل في هذا النشاط او هذه الانتربيرسونال اكتيفيتي متمثل في الترانسميشن اوف مسج. بدايه مين اللي بيبعت بيه الرساله او مين اللي بيبدا؟ هو السندر، بين قوسين السندر او ما يعرف بيه الانكودر، وبعدين انا عندي المسج اللي هي برضو بين قوسين الجزء الفيربال والنون فيربال،
وبعدين المسج دي مين بيستقبلها؟ اللي هو الريسيفر او ما يعرف بيه الديكودر. طيب خلصت؟ لا لسه ما خلصتش. المسج دي هتحدث تاثير او تاثيرا على سلوك المستقبل، فهيبتدي يبعت بفيدباك. الفيدباك اللي بيرسل اللي بيقوم بارسالها المستقبل دي برضو تعتبر بمثابة مسج أخرى verbal ونون verbal. ففي هذه كل ده بيتم في إطار context معين اللي هو بيتمثل في الجانب الفيزيكال والسايكولوجيكال. حلو، إذا أنا عندي الشخص اللي ابتدى دوره كسندر هيجي عليه وقت وهو بيستقبل الفيدباك من الريسيفر هيكون ريسيفر، والشخص اللي استقبل المسج اللي هو الريسيفر هيجي عليه وقت وهو بيبعت بالفيدباك هيكون سندر. فإذا هي عملية قائمة على الشيرينج، إحنا بنلعب فيها كل الأدوار. وضحت؟ إيه أهمية الكوميونيكيشن in nursing profession؟ ها؟ يلا يا شباب الكلام قدامكم، وأحب أسمع صوتكم وأتعرف عليكم. إيه أهمية الكوميونيكيشن in nursing profession؟ ممكن أجاوب؟ تفضلي أسمى، تفضلي. building relationship. تساعد على establish أو conduction of human to human relationship. أنا محتاجة أن يكون في علاقة بيني وبين المريض؟ نعم، ما أنا هقوم بشغلي إزاي؟ محتاجة أن يكون في علاقة. إيه الأداة اللي هتمكنني من تكوين هذه العلاقة؟ هي الكوميونيكيشن. طيب أنا المفروض أن يبقى في relationship بيني وبين المريض ليه؟ بداية تحت أي مسمى؟ هي علاقة إنسانية تحت مسمى تحديدا التايتل الهيلبينج أو التراستينج ثيرابيوتيك ريليشنشيب. ليه محتاجة أن يكون في علاقة؟ علشان أقدر أساعد المريض، أقدم له الهلب. تمام؟ وده الفوكس بالنسبة لي النيرسينج بروفيشن، أن أنا أقدم الأسيستنس أو أقدم المساعدة للمريض وزوي. بساعده في إيه؟ بساعد سواء كان الانديفيديوال أو الفاميلي في إيه؟ بداية من البريفنشن، نمنع أو الوقاية، ثم الانترفينشن، ثم مساعدة هؤلاء الأشخاص على الكوبينج، إنهم يتكيفوا، بالأخص بالنسبة للناس اللي هي عندها المشكلات الكرونيك. تمام؟ طيب الكومبوننت أوف كوميونيكيشن إيه هم بقى؟ ابتدينا كلامنا عن الكومبوننت of communication أو ما يعرف بيه الكوميونيكيشن سيستم. أول سيستم اتكلمنا عنه كان إيه؟ هم تلاتة، there are three interrelated system، تلاتة من الكوميونيكيشن سيستم في ترابط أو متداخلين فيما بينهم. أول سيستم كان عندي إيه؟ اللانجوج. نقول من الصبح إن أي مسج إحنا بنبعت بيها أو بنعطيها كفيدباك هي عبارة عن شق منها verbal، والشق الأكبر اللي هو النون فيربال، صح ولا لأ؟ طيب الشق الفيربال ده إحنا هنعبر عنه مستخدمين إيه؟ إيه الأداة بتاعتنا؟ الفيربال اللانجوج، اللغة، صح كده؟ طيب يبقى اللغة دي تعرفنا ليها إن هي التول، هي الأداة اللي الناس بتستخدمها علشان تعبر عن أفكارها ومشاعرها وخبراتها وتجاربها والتجارب اللي بتمر بيها، صح؟ إحنا لما بنتكلم مع بعض دلوقتي مش بنستخدم اللغة؟ ده الايه؟ يبقى هنا اللغه للتعبير عن الشق الفيربال. طب الناس اللي ما بتقدرش تتكلم عندها لغه اخرى، لغه الاشاره اللي هي فئه الصم والبكم، او الناس اللي ما عندهاش المقدره على الكلام فبتستخدم لغه الاشاره، بتستعيد عن اللغه بتاعتنا بلغه الاشاره. طيب السيستم الثاني اللي عندي بقى ده اللي احنا هنبتدي نتكلم فيه ونتكلم عنه. يبقى انا عندي اول سيستم خلاص اللانجوج. السيستم الثاني اسمه ايه بقى؟ اسمه فوكاليزيشن او ما يعرف بيه البارالانجوج. الفوكاليزيشن او البارالانجوج اللي هو بالعربي معناها مساعدات او مصاحبات لغة، مساعدات او مصاحبات لغة. يبقى الكلام، مفردات الكلام اللي طالع مننا ده اسمه اللغة. اللي حوالين الكلام، ايه بقى اللي حوالين الكلام؟ كالتالي، it refers to the tone of voice. احنا دلوقتي كل الكلام اللي طالع مننا ده بيمثل اللغة، بس احنا بنقوله ازاي؟ يعني ايه احنا بنقوله ازاي؟ الفوليوم اللي انا بستخدمه. يعني دلوقتي بتكلم بنسق وبنبرة وبفوليوم معين، خلاص؟ يبقى الفوليوم ده يعتبر ايه؟ language ولا برا language؟ دكتور قصدك نغمة الصوت، يعني اه في المريض.
نغمة الصوت، النبرة، نبرة الصوت، حديت عالي واطي. أيوة الله ينور عليكي، عالي ولا واطي ولا ناعم ولا بوشوش ولا بصرخ، تمام؟ الانفليكشن الإيماءات، يبقى التون أو الفوليوم، الانفليكشن الإيماءات، ساينج التنهيدة، كراينج البكاء، لافينج الضحك، الضحك بصوت. يبقى كل اللي حوالين الكلام من مستوى الصوت، نبرة الصوت، الأصوات اللي تخرج من النوز من الأنف، تمام؟ التنهيدة اللي احنا بنعملها وقت لما بنبقى متضايقين أو مضغوطين، اللي بيبكي وبيعمل بينوح وبيصرخ، اللي هو الأصوات الدالة على حالة الحزن، اللي بيضحك وبيكركر وبيعمل، مش بيبتسم بس بيفتح بقه وفمه وخلاص، لا ده بيضحك بصوت، كلها أصوات مصاحبة، كلها اسمها إيه؟ أصوات مصاحبة أو أصوات مساعدة، تمام؟ دي ده سيستم. ماله بقى؟ مش ده سيستم بيكمل اللي قبله اللي هو اللانجوج؟ ماله المفروض إن السيستم ده؟ This system of communication is important، مهم. كل سيستم له أهميته، والمفروض يا شباب إن التلاتة سيستم يبقوا ماشيين في نفس التوازي، التلاتة متصقين أو في حالة اتصال مع بعض، مكملين مكملين لبعض، عشان المسج توصل في الآخر ما فيهاش نوع من الإرباك للشخص اللي بيستقبلها. يبقى this system of communication is important to understand because it affects how the verbal message is likely to be interpreted. السيستم ده أنا دلوقتي لو بتكلم أو بوصل رسالة على مستوى الجانب الفيربال إن أنا مبسوطة، فطبيعي نبرة صوتي تبقى إيه؟ تدل على ذلك. فالأصوات الأخرى المصاحبة يبقى أنا بضحك، مش كده؟ طيب لو أنا بوصل رسالة أخرى الجزء الفيربال اللي فيها إن أنا متضايقة وقلقانة وخايفة ومتوترة وحزينه، اي مشاعر سلبيه من هذا النوع، يبقى نبره صوتي ايه؟ مش احنا لو لما بنكلم بعض على التليفون، تمام، مش في حاله انتراكشن فيس تو فيس، وممكن حد بيعنيني امره، بحس بس اديني مش شايفاه اهو قدامي، مفيش اي كونتاكت مباشر ولا في اي فيشال اكسبريشن واضحه بالنسبه لي، بحس بس من نبره صوته انه زعلان او خايف او متضايق، ايه اللي وصلني؟ نبره الصوت مالها؟ بيبقى مال الصوت. يا جماعه احنا لما نبقى مبسوطين ان شاء الله ربنا يبسطنا مع نتائج التوجيهي والفرحه اللي بتعم الناس او اي حد بيبقى ناجح، انت صوتك بتحس ان صوتك وانت بتتكلم من غير ما تقول كلام كمان مع يوضح حالتك، بس بتحس ان صوتك وانت بتتكلم بيضحك، صوت فرحان. طب لو انت متضايق او حزين صوتك بيبقى ماله؟ نبره صوتك بتبقى مالها؟ مش بس على مستوى الارتفاع والانخفاض، لا، الكلام هو خارج، بتحس انه ايه؟ انك انت فعلا بتبكي من غير ما يبان على وجهك او من غير لما الشخص اللي حواليك يشوف ده. فاذا البارا لانجوج هو سيستم كتير مهم، لازم يبقى ماشي في اتساق مع السيستم اللي قبله واللي بعده. ده بيعكس لي كمان الانفليكشن اوف فويس اللي هي الايماءات، التنهيده والتنهيده وحاله الضحك بصوت او الصراخ او البكاء بصوت، كلها بتديني انعكاسات للحاله المزاجيه اللي عليها الشخص، سجست المود. انت لما دلوقتي رقمك يا جماعه لو سمحت، رقمك الام من دول رقم بعضي، لو سمحت اللي فاتح مايك جمله لا تعطي الا برقم، شو بكرتك؟ لا تفكر في الكرت، معك كرت، كرت ابنك اللي فاتح المايك يا شباب. طب انا كيف بدي اطلع رقم؟ ترى مش منتبه، يمكن مش منتبه، ما بصير تعطي، ممكن تعمل ميوت للكل دكتورة؟ انه شكل البنت مش منتبهة يعني. إذن البارا لانجوج بديني انعكاس للايه؟ للحالة المزاجية اللي عليها الشخص. اي حد فينا لما بيكون مضغوط او متضايق من حد معين، لما يتنهد ياخد التنهيده دي، بتديني انعكاس انه خلاص مش طايق اللي حواليه. مثلا على سبيل المثال لما بتضحك مبسوط، بيديني انعكاس ان الحاله المزاجيه في حاله من السعاده. لما بتبكي وبتبكي بصوت او في بكاء بصوت، مش دموع بس نازله، لا، حاله بكاء، الشخص اجهش في البكاء، وصل لحد الصراخ،
ده بيديني انعكاس دي الحالة المزاجية أيضا اللي عليها الشخص. طيب في الحالة دي زي ما احنا اتفقنا لازم يكون في اتساق ما بين الجزء الفيربال اللي هو من خلال اللانجوج والجزء الآخر أو السيستم الآخر اللي هي الفوكاليزيشن، علشان ما نعملش نعمل سبورت، يعني كل سيستم يبقى سبورت للسيستم الآخر، وعلشان لا نصل لحالة من الكونتراديكشن التناقض، وحالة التناقض اللي بين كل سيستم والسيستم الآخر دي هتشتت الشخص اللي قدامي وهتدخله في حالة من الإرباك. ده السيستم التاني. السيستم الثالث، السيستم الثالث اللي عندي اللي هو ايه؟ ما يعرف به النون فيربال او البادي لانجوج اللي هو لغة الجسد. زي ايه يا شباب؟ زي ايه؟ لغة الجسد زي ايه؟ دكتورة يعني مثلا حلو، زي تعبيرات رفع الحواجب مثلا، توسع حدقة العين. حلو، التواصل بين الاي كونتاكت. ايه كمان؟ يمكن دكتورة كمان اسمع بس معلش، يمكن دكتورة كمان تأشير عن طريق اليد، إشارة جزء من الجسم. تمام، اليد أو الرأس. تمام. الوضعية، البوزيشن، مش كده؟ البوزيشن واحد من لغة الجسد. إذن النون فيربال أو ما يعرف به البادي لانجوج هو ده السيستم الثالث اللي عندي، المكمل أيضا للسيستم الأخرى اللي هو سواء كان اللانجوج والبارا لانجوج. طيب إيه هي بقى البادي لانجوج؟ إيه هي لغة الجسد؟ It refers to facial expression، منها تعبيرات الوجه، body movement حركة الجسم. إحنا بنتحرك إزاي؟ مشيتنا شكلها ايه؟ خلاص؟ انت بتعرف انه في حد من خلال مشيته، من غير ما تعرفه ومن غير ما يكون في بينك وبينه اي سابق معرفة ولا اي حوار ولا اي تواصل من اي نوع، حتى لو حد ماشي في الشارع كده، بتعرف ان الشخص ده متعالي وبتعامل مع الاخرين بفوقية من خلال مشيته بس، او ان شخص متخاذل ويرى نفسه من زي ما بيقولوا كده، يعني متدني في رؤيته ومفهومه عن نفسه من خلال مشيته. تمام. اذا انا عندي الفيشال اكسبريشن، تعبيرات الوجه باشكالها المختلفه طبقا للموقف اللي بيعيشه الشخص. انت ممكن تبقى في موقف مبسوط، فالفيشال اكسبريشن دل على ذلك، قرايه الوجه وتعبيرات الوجه تفيد بالحاله اللي انت فيها. ممكن تبقى زعلان وخايف متوتر ومرتبك وقلقان، كل السلبيات دي كلها وباين عليك من خلال الفيشال اكسبريشن، من غير ما تتكلم ولا كلمه، من غير ولا حرف ولا لفظ، انت الفيشال اكسبريشن لوحديها جديره بانها توصل للاخر رساله كامله تعكس الحاله اللي انت فيها. مبسوط، خلاص انت مش محتاج تتكلم انك مبسوط، وشك بيضحك. زعلان، مش محتاج تقول انك انت زعلان، وشك زعل حزين الآن، وباين على نظرات عينيك وتعبيرات وشك بتفاصيلها المختلفة، مش محتاج تعبر بلفظ، انت باين عليك انك الآن خايف نفس القصة. فإذا facial expression حدوتة كبيرة قوي، هي عبارة عن انعكاس لحالتك داخليا، عبارة عن مرآة بتعكس مشاعرك داخليا بدون ما تقدر تسيطر عليها. على فكرة احنا ممكن نقدر نسيطر كويس قوي على كلامنا، يعني نقدر نتحكم في الشق اللفظي، لكن الفيشال اكسبريشن ولغه الجسد لا، هي بتفضح للاخر ايه اللي جوانا، ما نقدرش نسيطر عليه. انت لو فرحان قوي تقدر تسيطر انك انت تخبي مشاعرك، تخبي وتسيطر على تعبيرات وجهك، تقدر تخبي مشاعرك من خلال السيطره على تعبيرات الوجه. لو انت خايف وقلقان تقدر تخبي ده؟ حد يقدر؟ يا شباب، حد يقدر يسيطر على تعبيرات وجهه؟ تقدر تمنع نفسك انك انت يبان عليك انك فرحان؟ دكتور، هو بتهيئ للشخص انه بتحكم في نفسه، لكن الشخص المقابل له بسهوله ممكن يكشفه. باينه، مش هدق يعني. انت ممكن مين اللي كان بيتكلم، رنيم او اسماء؟ ممكن ماشي، ممكن انا اسالك اقول لك مالك في ايه؟ ممكن تقولي لي لا ما فيش حاجه، انا كويسه واموري تمام. تمام،
بينما تعبيرات الوجه توصل رسالة تانية. إيه اللي أنا أصدقه في هذه الحالة؟ بصدق يعني رؤيتي للشخص تعبيرات أنا بشوفها، تعبيرات وجه، لأن هي دي الصادقة، هي دي الشيء الصادق، لأنك تقدر تنفي كلامك أو تقدر تخالف الحقيقة من خلال الكلام، لكن ما تقدرش تخبي، ما تقدرش تخبي من خلال الفيشال اكسبريشن. اذا تاني مرجعنا ان البادي لانجوج هو سيستم مهم كتير جدا، بيعطي المسج قوه لانه بيمثل 93% من قيمه الرساله. يبقى انا عندي رساله، وهنتكلم عن الارقام، لغه الارقام دلوقتي. اذا ممكن نعم ممكن احكي شغله دكتوره؟ تفضلي يا ياسمين، تفضلي حبيبتي. زي بالضبط توترنا وقت السيمينار راح يبين على صوتنا وعلى كل شيء. بالظبط، يبقى ما احنا بنتكلم، احنا اتفقنا ان من غير ما يكون في كونتاكت مباشر فيما بيننا وانا على التليفون او من خلال الديفايس زي دلوقتي كده، صوت الشخص لما بيبقى واثق من نفسه غير بيبقى في حاله من الثبات كده، غير لما بيبقى مهزوز ومنعدم الثقه في نفسه تلاقيه بيقطع الصوت نفسه بيترعش. انا مش محتاجه، نعم يكون عنده تأتأة مثلا بالحكي ببين مثلا تقطيع او تأتأة او تلعشه، تمام وقفات كتير اثناء حديثه. فاذا انا مش محتاجه ان يبقى في كونتاكت مباشر عشان اعرف الحاله اللي عليها الشخص، نبره الصوت. طب لو حد فيكم بقى سمع خبر جميل كده وفرح، مش هيبان على صوته كانه زي ما بنقول بالبلدي او بالعاميه بيزغرط من الفرحه من نبره صوته؟ طب لو حد خايف تلاقيه صوته بيترعش، وهكذا. فإذا أنا عندي النون فيربال سيستم كتير مهم، البادي لانجوج كتير، والنون فيربال وهذا السيستم بيمثل لي الجزء الأكبر من الرسالة. عشان كده بنقول تاني، بأكد على إن أنا لو صادفني شخص والفيشال إكسبريشن بتديني فيشال إكسبريشن بالنسبة له بتوصل لي رسالة معينة وهو بالكلام حكى العكس أو النقيض، انا هنا بصدق الايه، بصدق النون فيربال، ما بصدقش الفيربال اطلاقا. ليه؟ لان النون فيربال هي الشيء الصادق، الشيء اللي يثق فيه ويعتمد عليه، واللي بيمثل لي السيستم، اللي بيمثل لي الجزء الاكبر من المسج. اذا تاني راجع مع بعض، البادي لانجويج متمثله في الفيشال اكسبريشن، هي الميرور، الفيشال اكسبريشن تعبيرات الوجه هي الميرور، هي المرآة لمشاعر الشخص داخليا. انت فرحان ما تقدرش تخبي ده، لازم يبان عليك حتى لو ما بتضحكش، بس يبان عليك وعلى قرايات وشك انك انت مبسوط، خايف، قلقان، كل المشاعر المختلفة. كمان البادي لانجوج زي ما اتفقنا بيتمثل في البادي موفمنت، حركة الجسم. انت وانت واقف بطريقة معينة بتديني رسالة، وانت قاعد بتديني رسالة. ممكن الشخص اللي هو مثلا هنفترض قاعد كده، لو احنا في قاعة المحاضرة زي الناس اللي بتيجي دايما بتدخل دايما اخر حد وبتقعد في الصفوف اللي ورا، خلاص جاي بقى من شيفت سي وتعبان ومستهلك وقعدت كده بس مجرد انك تثبت حضور للمحاضرة، وما شاء الله حطيت ايدك على الكرسي وحطيت راسك على ايديك وكأنك في وضع نوم. الرسالة ده بيديني رسالة ولا ما بيدينيش رسالة؟ بيوصل لي رسالة إن الشخص ده مهتم ومبالي ولا مش مهتم ولا تعبان وكسلان ولا تفاصيل كتير قوي بتوصل لي من خلال إشارة الجسد أو استخدام أو حركة الجسد ككل. مشية الإنسان بتوصل لي رسالة حتى لو أنا معرفوش حد كده ماشي متعالي كده مختال فخور بنفسه بيتعامل بفوقية أو شايف نفسه حد منفرد يعني. أو النقيض، حد كده متخاذل وماشي جنب الحيط قوي وباصص في الأرض، وتوصلني رسالة. الجستشرز، الإشارات، زي ما حد قال دلوقتي إشارة باليد، الإشارات ليها تفسير وليها مدلول وليها مغزى. زي إيه الإشارة؟ ممكن تكون زي إيه يا شباب؟ زي كلمة لا. زي كلمة لا مثلاً. بنعمل حركة كده مش كده، تمام. من ضمن الإشارات على فكرة عشان نبقى عارفين، في مغزى معين أو في إشارة ليها مغزى وكلنا متفقين عليه، كلنا فاهمين المغزى ده، وفي إشارات ليها مغزى بيختلف من مجتمع لمجتمع أو من بلد لبلد أو من مكان لمكان. عشان نبقى فاهمين، ممكن أنا بستخدم إشارة، أنا هنا إحنا متفقين على مغزاها وعارفين إيه معناها إيه. ممكن الإشارة دي لو استخدمت في
مجتمع آخر أو في بلدة أخرى أو خارج القطر اللي إحنا عايشين فيه يبقى لها مدلول تاني. أنا ليه بقول حاجة زي كده كتير مهمة؟ لأن إحنا من المفترض إحنا بطبيعة عملنا من المهن اللي بتتعامل مع أفراد من خلفيات ومن جنسيات مختلفة، فممكن أنا أكون بستخدم الإشارة على أساس إن ليها مدلول أنا عارفاه، بينما تفسير هذه الإشارة للشخص اللي أنا بستخدمها معاه له مدلول تاني خالص، ليها معنى تاني خالص. فلازم نبقى فاهمين إن بعض الإشارات ليها تفسيرات مختلفة. أنا ممكن أستخدم اليد لإشارة الأوكي اللي هو تمام مثلا، ممكن أستخدم حركة الإصبع كإشارة أو الثلاث إصبع لإشارة للتهديد والوعيد، ممكن أستخدم إشارة الصباع إذا أحد الإصبع أو الصباع السبابة للإشارة اسكت مثلا، لو أنا عملت الحركة دي حطيتها على فمي بمعنى كده إن أنا بقول للي قدامي اسكت ما تتكلمش. في إشارات مختلفة، إشارة النحر مثلا اللي هي حركة الإيد على الرقبة، يعني كلها إيه؟ كلها إشارات إحنا بنستخدمها على سبيل المثال بجزء واحد اللي هو اليد، وليها معاني مختلفة. ممكن أيضا إشارة بالرأس زي هز الرأس الهيد نودينج، مش كده؟ بنهز رأس، بنهز أو حركة هز الرأس، أنا لما بهز رأسي من فوق لتحت، حد فيكم كده يعملها، دي معناها إيه؟ أنا يعني بالنسبة إلي، أيوة أنا بالنسبة إلي معناها إني أنا فاهم المحاضرة. حلو، كمل، موافق، يعني معناها موافق مش كده؟ طيب يعني. لو أنا حركت رأسي برضو اسمها هيد نودينج بس من يمين لشمال. لا معناها لا. لا، يبقى نفس الجزء إحنا استخدمناه تقريبا، لكن الإشارة وبرضو في الحالتين اسمها هيد نودينج، لكن بطريقة معينة من فوق لتحت أوكي كمل، أو متابعة من اتجاه يمين للشمال او العكس معناها النفي، صح كده؟ فاذا كل اشاره وليها مدلول. General non-verbal manifestation of communication are considered more reliable than their verbal counterparts. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في الاجمال التعبيرات الغير لفظية أو الشق غير اللفظي من الرسالة يعتمد عليه ويوثق فيه ويؤخذ به أكتر من الجزء الإيه؟ الشق الفيربال. البوستشر أند جيستشرز أكامبانينج فيربال مسج أر أذرز فورم أوف نون فيربال بيهيفير. زي ما اتفقنا الأوضاع الإشارات دي إحدى أشكال البادي لانجوج وإحدى أشكال الجانب النون فيربال associated with overall process of communication. طيب على ذكر البوزيشن، وضعية الجسم، هنا مديني مثال اهو، بيقول لي slumped head down posture، يعني الشخص اللي قاعد مرتخي كده ومتخاذل ومنزل راسه لتحت، and slow movement او ان ماشي ببطء كده، ده بيدي للشخص الخارجي او الملاحظ الخارجي ايه؟ بيدي له رساله مفادها ايه؟ بيعطي impression بحاله من اللاسيتيتيود اند ديجكشن، بحاله من الكسل والتخاذل، يعني شخص كده مش اكتف، شخص كده في حاله من الايه الخمول والكسل. لو انا لقيت حد قاعد معايا وانا بتفاعل معاه بالشكل ده، او وقفته بالطريقه دي، او مشيته بالشكل ده، فاول انطباع هاخده عنه ان هو شخص متخاذل، شخص كسول، شخص مش مهتم، شخص غير مبالي. فاذا ليها الوضعية كمان كتير مهمة لأنها بتوصل لي رسالة عن الآخر. الفيشال إكسبريشن زي ما اتفقنا تعبيرات الوجه ليها ديفينيشن حلوة قوي، is the heart of human perception. الفيشال إكسبريشن plays an important role in getting a message. يبقى هنا التعبيرات الوجه هي دالة على إدراك الشخص، دالة على أو انعكاس للحالة المزاجية اللي بيمر بيها الشخص. طيب كل اللي احنا قلناه على مستوى الكوميونيكيشن سيستم هنقدر ان احنا نعبر عنه بلغه الارقام، نعبر عنه بلغه الارقام. الارقام بتقول لي ايه؟ ان المسج كامله التوتال مسج تساوي، نيجي بقى نقسمها كده او نصنفها على الثلاثه سيستم بتوعنا علشان نعرف قيمه كل سيستم فيهم. اول شق عندي اللي هو اللانجوج او الفيربال 7%، 7%، تمام؟ طيب التكملة
38% السيستم الثاني اللي هو الفوكاليزيشن او البارالانج. يبقى المسج بتاعتنا يا جماعه الشق اللفظي فيها فقط الكلام اللي طالع مننا اللي احنا بننطقه وبنقوله ده قيمته قد ايه؟ قيمته قد ايه؟ 7%. قيمه تذكر مقارنه بالباقي من ال 100% لا تذكر، صح كده؟ طيب 38% انا بقول الكلام ده ازاي؟ نبره صوتي شكلها ايه؟ وقفاتي اثناء الكلام وضعها ايه؟ سرعتي في الكلام ايه؟ ايه اي صوت مصاحب لي اثناء حديثي؟ صوت خارج من الانف، من الانف النيزال فويس، صوت تنهيده، صوت ايماء، بضحك بصوت، بعيط او ببكي بصوت، ده 38%. 55% البادي لانجوج، تعبيرات وجهي، حركه جسمي، اشاره بعملها لاخره. يبقى انا لما اجمع ال 38 وال 55 مع بعض يطلع لي 93%. 93%. اذا انا لو انا بسمع بس، في فرق ده هنتكلم فيه في عن الكوميونيكيشن سكيلز ان شاء الله ومنها الليسننج. لو انا بسمع بس يبقى انا حصلت على قد ايه من المسج؟ 7%. يبقى يعتمد على هذا؟ لا. ليه؟ لأن أنا فقدت 93%. ال 93% دول أنا مش هوصل لهم غير لما أكون لسنر، منصت أو بستمع أو أصغي. فإذا التلاتة سيستم متوزعين بقيمتهم على مستوى الأرقام بهذا الشكل. يبقى أنا لما أقول الجانب النون فيربال يعتمد عليه ويوثق فيه أكتر من الشق الفيربال فقط، يبقى إحنا إيه؟ يبقى إحنا جادين في هذا الكلام. يبقى أنا لو سمعت بس انا حصلت على الجانب الفيربال اللي هو بيمثلي 7%. لكن لو انا عملت listening، انا انصت فعملت hearing بكل حواسي، عملت interpretation، شغلت عقلي في اللي انا سمعت له بكل حواسي، اعطيت feedback طبقا لي ما تفهمته من هذه المسج، انا هنا حصلت على المسج كاملة. فبالنسبة لنا هنا وضحت قيمة كل system وقيمة المسج كاملة سواء كان الجانب الفيربال والنون فيربال بالأرقام. أي استفسار يا شباب؟ دكتور السمع السمع بشكل السمع بشكل 45% مش 7%. لا أنا بتكلم هنا إن أنت سمعت الكلام بس، اللغة بس، اللغة بس اللي طلع لك من الحديث، اللغة بس. لكن أنا بقول لك بقى أنت أصغيت وأنصت، الكلام ده بيتقال إزاي؟ ايه اللي بين السطور؟ ايه الوقفات؟ لان كل وقفه ليها قيمه، تمام، او ليها معنى ومغزى. انت انتبهت وانصت للايماءات اللي صادره عن الشخص الاخر، لنبر صوته. انت لو اخذت كلام بس، كلام مجرد، يبقى انت وصلت لل 7% فقط، او حصلت على ال 7% فقط. لكن جمعت بقيه السيستم الاخرى، يبقى انت حصلت على المسج كامله تمام. أي استفسار يا جماعة؟ أي استفسار؟ طيب إيه هي تهدينا النسب هاي؟ نعم يا رنيم؟ تهدينا بس النسب؟ أعيد النسب. 7% أنا عندي كام سيستم يا رنيم؟ 3. أول سيستم عندي اللي هو اللانجوج، اللغة اللي إحنا بنستخدمها علشان الكلام المنطوق، الكلام اللي إحنا بنقوله. اللغة دي بتمثل لي قد إيه؟ الفيربال أو الشق الفيربال اللي بنستخدم ليه اللغة 7%. السيستم الثاني اللي هو الفوكاليزيشن بيمثل لي قد إيه؟ 38% اللي هي الأصوات المصاحبة، اللي هو وإحنا بنقول الكلام ده بنقوله إزاي؟ بأي ريت وبأي تون؟ وفي أصوات مصاحبة كما في حال النيزل فويس ولا لأ؟ بنعيط، بنبكي، في بنتنهد؟ كل هذه الأصوات المصاحبة للكلام اسمها الفوكاليزيشن. دي 38%. لغة الجسد بأشكالها وأمثلتها المختلفة 55%. بقى تاني لما أنا أختصر وأقول أنا لو سمعت الكلام اللي بيتقال بس أنا حصلت على 7% من قيمة الرسالة. 93% مجموع السيستم اللي التو سيستم الآخرين. أي استفسار آخر؟ لا بس شكرا لك. ماشي يا رب.
ايه هي التايبس للكوميونيكيشن يا جماعه؟ من خلال الحديث ان انا عندي في حاله فيس تو فيس انتر اكشن عندي تو تايبس للكوميونيكيشن، عندي الفيربال وعندي الايه النون فيربال. الفيربال اكسبريشن، الفيربال اكسبريشن اوف سندر ثوتس اند فيلينج اند ذا نون فيربال اكسبريشن. يبقى انا عندي الفيربال في حال الكونتاكت المباشر، عندي الفيربال كتايب او كاسبكت دي الكوميونيكيشن، وعندي النون فيربال. طيب احنا بنستخدم الفيربال اسبكت او الفيربال اكسبريشن، بستخدم اللغه، بستخدم اللغه ليه؟ عشان اعبر عن افكاري كسندر، تمام، او اعبر عن مشاعري، مش كده؟ يعني انا بعبر عن الافكار او الماده اللي انا بفكر فيها، فبستخدم اللغه وبستخدم الكلمات، او بستخدم للتعبير عن مشاعري، بحب حد، بكره حد، متضايقه من حد، قرفانه من حد، ففي جزء في التعبير عن المشاعر متمثل في الكلام او استخدامنا للكلام. ده بالنسبه للفيربال. يبقى الفيربالي كوجنيتيف اند افكتيف مسج ار سنت ثرو وورد، يعني ايه؟ يعني في رسائل احنا بنبعتها من خلال الكلام، سواء كان الكلام واستخدامنا للغه، سواء كان للتعبير عن ما يدور في اذهاننا او ما يدور او ما يجيش بداخلنا من مشاعر. النون فيربال مسج ار كونفيد باي اي كونتاكت. طيب الشق الثاني المهم الاهم في المسج اللي هو النون فيربال، التايب الاخر اللي هو ايه؟ النون فيربال مسج، التعبيرات الغير لفظيه. التعبيرات الغير لفظيه من خلال ايه بقى؟ زي ما احنا اتفقنا عن طريق حركه العين وتعبيرات الاي موفمنت، اشياء لغه الجسد، تمام. يبقى انا عندي النون فيربال، ايه الاليات اللي احنا بنستخدمها او التعبيرات الغير لفظيه من خلال ايه؟ من خلال الاي كونتاكت، من خلال الاي موفمنت، حركه العين والتواصل بالعين والفيشال اكسبريشن زي ما احنا اتفقنا، وتعبيرات الوجه والبادي لانجوج، حركه الجسم ككل، انا واقفه ازاي، بمشي ازاي، البوزيشن بتاعي وقرايه وضعيتي بتقول ايه. Powerful message can stand alone, a suspicious glance for example, or a warm smile or eyes wide into sphere. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لي انا ممكن كسندر على سبيل المثال ببعت بمسج non-verbal فقط. Non-verbal message, non-verbal بتعتمد على نظرة العين فقط، من غير ما أصاحب هذه المسج ولا كلمة. يعني المسج دي اللي أنا ببعتها للآخر ما فيهاش شك لفظي بالمرة، ما فيهاش شك لفظي بالمرة، بتعتمد فقط على نظرة العين. على سبيل المثال هو نظرة شك، لو أنا وغيداء دلوقتي في حال تواصل مباشر على سبيل المثال ومش مرتاحة لها، ما تزعليش يا غيداء، استخدمك كمثال، مش مرتاحة، مش مطمنة لها، تمام؟ دي في نظرة إيه؟ نظرة عدم طمأنينة أو نظرة شك بمعنى آخر. هي محتاجة أن أنا أتكلم أقول لها أنا شك فيكي أو مش مطمنالك، محتاجة أتكلم أقول كلمة واحدة إضافة لنظرة الشك دي؟ لا، النظرة بتكفي، النظرة كفاية وقوية جدا، ورسالة قوية جدا على فكرة بالضبط. خلينا نستخدم نمط تاني، الاثنين كده شخصين بيتعرفوا على بعض وفي حالة نقول إيه؟ حالة ولع وحب، محتاجين ان هم يتكلموا ولا كلمه من شخص اتجاه الاخر، هي نظره الحب ونظره التعبير عن الحب. فاذا نظره العين كاحدى اشكال النون فيربال اكسبريشن هي نظره قويه، نظره بتوصل لي رساله قويه دون اضافه ادنى لفظ، ادنى تعبير لفظ. اي استفسار؟ طيب احنا دلوقتي السيشن على وشك النفاذ، حاضر معايا 29 حد، أنا مش هراجع الحضور إلا مع السيشن الثانية، فلو سمحتوا بنخرج دلوقتي وبننتقل للسيشن الثانية إن شاء الله تعالى من خلال اللينك الثاني لجلستنا، أوكي؟ دكتورة بس أغلبك، اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي يا فداء. الرابط المحاضرة هون ما كان مبلش على المنصة، أنا دخلت من الرابط اللي بعثوه على المجموعة. ليه مش موجود على المنصة؟ كل الناس عملت كده يا جماعة؟ ما بين معي دكتورة. وبقية الناس أخبارهم إيه؟ لا، وأنا نفس الشيء، ما يفتحنا غير عربي. أنا فتت على المنصة. لا، أنا فتت على المنصة. هو على فكرة يا جماعة أنا ما بغيرش من الروابط ولا بغير من أي شيء. دكتورة أنا موجود، دكتورة مش موجود على المنصة أبداً. دكتورة أنا دخلت من الروابط. موجود على المنصة، شعار مش شعار،
طيب خليني اشوف القصه دي. طيب خليني بس ندبر امرنا دلوقتي في الجلسه الثانيه عشان ندخل ليها سريعا ونلحق بقيه الوقت، وبعدين بنشوف اخد منكم الفيدباك بامر الله تعالى ان شاء الله. خلينا ننتقل للسيشن الثانيه باذن الله. سلام عليكم.